بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه المسلمة. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن الأربعين حبب إليه الخلاء، فأراد أن يترك ضجيج مكة ويخرج إلى أعلى قمة جبل النور بمكة يتحنث الليالي ذوات العدد. ما معنى هذا؟ لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هذا؟ لم يكن نبيا، لم يكن صاحب رسالة، لم يكن مصلحا بهذا المعنى. ما الذي جعله يتصرف هذا التصرف؟ نعم، لكي يصفو له الجو ولد ولد الثاني. نعم، لكي يصفو له الجو هذا الشيء، ولكن متى يصفو له؟ حتى يصعد. لأن ما الذي دفعه لكي يذهب ويختلي؟ الدافع الذي ذهبه هو بفطرته يعيش بين قوم لا يرى أنهم على جادة، بفطرته حكم أنهم على ضلال، وأنه هو الآخر ليس له منهاج يدعوهم به إلى الله. فالذي جعله يترك الناس ويبحث لكي يتفكر، يتحنث ويختلي ويعيش وحيدا لمدة معينة، هو أنه آلمه واقع مجتمعه. يا شباب، النبي قبل أن يبعث كان يفكر في أمته وفي الوسيلة التي يتبعها لهداية أمته. ونحن مسلمون حملنا الأمانة وأخذناها عن رسول الله وعن صحابته، ولم يعد همنا أن نفكر في حال الأمة، في حال أمتنا الآن. شرود عن الدين، الضلال، سواد الشبهات والشهوات بشكل كبير، وتجد الإنسان يأكل ويشرب ويتفرج في التلفاز ويعيش الساعات الطوال ولا تخطر بباله خاطرة مسألة أمته إلى أين. من هنا ينقسم الناس بين إنسان يحمل هم الأمة وبين إنسان لا يفكر في هذه الأمة ولا في هذا الدين. هو قبل أن يبعث كان يرى ضلال القوم ولم يجد الوسيلة التي بها يحارب هذه الضلالة، فليس له إلا ملجأ واحد هو السماء، يلجأ إليها لكي يستمد منها المنهاج، مشروع إصلاح البشر. البشر يحتاجون إلى إصلاح، وإن إصلاح البشر أبدا لا يتجه الإنسان يبحث عن مشروع الإصلاح عند البشر، لأن البشر يجهل حال البشر، ولا يمكن للبشر أن تتفتق ذهنه عن مشروع لإصلاح البشر، فهو مخلوق، والمخلوق دائما كفاءاته الفكرية محدودة. ولذلك توجه إلى الله تعالى الذي خلق البشر لينزل إليهم أمره للبشر. ألا لله الخلق والأمر، الذين خلقوا يحتاجون إلى أمر من خلقهم سبحانه عز وجل. فكان لابد أن يلتجئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويختلي به حتى يناشده في الليل ويسأله بالليل أن ييسر له أمرا يستعين به على هداية قومه. انظروا إلى هذه الرحمة، رحمة النبي بأمته صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في العائلة ديالك، هل تفكر في أبيك الذي لا يصلي؟ هل تفكر في أختك التي لا تطيع زوجها؟ هل تفكر في أخا لك تحبه في الله وهو شقيقك لكنه عياذا بالله متنكب عن الصراط، يزني، يسرق، يلعب القمار؟ ألا تستشعر مسؤوليتك بين يدي الله تعالى في إنقاذه؟ ما معنى الأخوة في الله إن كنت ترى أخاك والعياذ بالله يقتحم النار في الدنيا وأنت تراه يتقحمها وتتفرج فيه؟ أو ليس لك شعور وإحساس يجعلك تستشعر أن أخاك على خطر عظيم؟ ألا تتألم لرؤية المسلمين بعيدين عن ربهم ينهش الشيطان فيهم ويستخدمهم في مشروعه الإفساد في الأرض؟ لماذا؟ ولذلك لا بد للإنسان في هذه اللحظة أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويسأله المدد والعون حتى يعطيه الله تبارك وتعالى المنهاج والبرنامج والمشروع
الذي يعتمد عليه في توجيه الناس وأمرهم ونهيهم وإصلاحهم، فلا بد أن يأتي مشروع الإصلاح من الله سبحانه عز وجل. هذه القصة نتاع الإصلاح، نتاع مشروع نزول مشروع الإصلاح سبحانه وتعالى. بلغ الأمر بالمسلمين في عصرنا هذا إلى الحد الذي اجتمع فيه بعض الخبراء والعلماء من شتى أقطار الدنيا في مدينة مراكش، هذه واحد سنوات 6 أو 7، في يوم الجمعة تحت موضوع تحت عنوان ثقافة التغيير وتغيير الثقافة. خرج عليهم أحد منهم يقول لهم: لا زال المسلمون يؤمنون بخرافة الغار. حادثة الغار خرافة، شحال احنا القرن 21، هذو ماشي مشركي قريش الذين قالوا إن هؤلاء إلا أساطير الأولين، لا، هذو مسلمين. هم قالوا: كيف يمكن للمسلمين في عالم الحداثة والعلم والموضوعية أن يصدقوا بأسطورة وحادثة الغار؟ لا وجود في الإسلام لحادثة الغار، أي لا وجود لحادث تم في غار حراء شهد نزول الملك من السماء والتقى بسيد أهل الأرض ليعطيه هذا المشروع الإصلاحي المعتمد في إصلاح الناس. ما معنى هذا الشيء؟ اسمعنا، إنكار الوحي. لا زالت الأمة في القرن 21 فيهم من ينكر قضية الوحي ويقول إن هذا كلام محمد أو كلام جاءه عبر المنام أو وحي شيطاني أو وحي من الجن. لا زال الناس يقولون ذلك لحد الآن. يقول لك هذا شيء خرافة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك تجد الكثير يتجرؤون على كتاب الله. الشيعة الروافض يقولوا هو محرم، إذن فلا عجب أن يلقوه فين؟ في المراحيض وينتظرون مصحف فاطمة. المرة في السعودية في ذيك الجهة ديال الشيعة صبوا المصاحف فاش؟ في واد الحار، مجاري المياه. إذن فنحن نعود للجاهلية الأولى وأشد. إذن في قضية الوحي اللي هو الأصل، في الناس من يشكك في المسلمين في قضية الوحي. ليس هنالك قرآن مقدس، ليس هنالك كلام هو كلام الله. ومن قال إن هذا كلام الله، أش قالوا؟ حال نصر أبو زيد قال هذا وحي، ما اسمه قال؟ لكنه لما وصل إلى البشر فقد قدسيته. الأول في الأول الفا الأصل قاع ما كاش من سيد ربي شي كلام قاع، ما كاش الوحي، هذه فقط خرافة. والثانيين واسمو قالوا؟ المتأدبين واسمو قالوا؟ لا، ولكن هو وحي، لكنه حينما اختلط بقلب البشر بقلب محمد صلى الله عليه وسلم وصار يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه على الناس وصار أصحابه يتلونه وصار كل الناس يتلونه فقد قدسيته وأصبح كل يفهمه حسب عقله وقدراته الفكرية. وجاء واحد آخر قالوا هنالك تفسير حداثوي جديد، وجاء آخر تفسير من خارج النصوص، تفسير من خارج النصوص. حتى جاء بعض المغاربة وكتبوا إنه لا بد من تجديد الدين، خطاب ديني، تجديد الدين. كيف نجدد الدين؟ مشروع هذا فيه 5 نقاط، 5 نقاط. اسمع النقاط اللي فيه: أولا تجديد الدين من حيث تطوير القرآن. كيف يدير تطوير القرآن؟ نطور القرآن ونجعله يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية. كيفاش؟ قالوا بناء على منهج القرآن، لأن القرآن نفسه جاءت آيات لكي كما نقولها تنسخ
آيات أخرى. فبما أن القرآن من منهجه آيات تنسخ، فلماذا لا ننسخ نحن من القرآن ما لا يوافقنا نحن؟ وإنما جاء النسخ في القرآن لأن تغير الأحداث جعلت الآية الأولى التي نسخت لم تعد صالحة لهذا الواقع، فجاءت آية فنسختها لكي تكون صالحة لهذا الواقع، ونحن واقعنا قد تطور. ولذلك فنرى غضاضة من أن نعتمد على منهاج القرآن في قضية النسخ فنطوره بحيث نفهمه حسب التطور، أي علينا أن نفصله تفصيلا لكي يلائمنا ويلائم ميولاتنا وأهوائنا، أي القرآن في خدمة أهوائنا. هذه الأولى، هذا المغاربة يقولون. والثانية علينا أن نطور الإسلام والقرآن لكي يعطي الحق للمرأة، فالمرأة حقوقها مهضومة في القرآن وفي الإسلام. هذا كفر، هذا كأن الإسلام لم يعطي. ولذلك يدخلوا على العدد، ما معنى اتفاقية سيداو لرفع الميز بين الجنسين ومطالبة زين المساواة في الإرث بين المرأة والرجل؟ ها؟ ما معنى هش؟ هو إلغاء للقرآن من أصله، والكفر بآيات بينات محكمات نزلت في الإرث. واش ما معنى المرأة؟ ولذلك لو مازال المغاربة والجمعية الغادين خدامين في المجال باش المرأة تكون نعمة سيدي، مازال راه ما عاد غير مظلومة المرأة، خرجت عريانة وقال لك راها تحرش بها الراجل وهي ما تحرش، وقال لك سيدي يعني كل شيء غادي غير المرأة، فين غادي يخرجوها؟ الله أعلم، ما تبقى لا في الدار ولا تسمع للراجل، تدخل فوقاش ما بغات، شغلها حرية الانتقال، حرية السكن، حرية أن تفعل في جسدها ما تشاء، حرية الإجهاض، حرية واسمه معناه واسمه هو الكفر بالقرآن، تطوير القرآن ليعطي الحق للمرأة كاملا كأن القرآن لم يعطي الحق، واسمه هو الحق، هو اللي يبغى الفلس، أراد المرأة أن تصير واسمه قدوس ليقضي فيها شهوته ويدير روحه يدافع عن المرأة وتولي تحمل وتقتل وتولي كذا. هذا عند الحرية، تاع الحرية تاع عفاش غير في الوسخ، الحرية تاع تفد غير الوسخ تاع الناس، حرية باش تولي تفد الوسخ. سمع المرأة، سمع العلمانية اللي بغاوك تحري، بغاوك تحري بشرع ربي وبالوحي اللي عزك الله به. كانت خديجة هي أول من سمع الوحي، المرأة، وانتم واش بغاو؟ بغاو يقلعوك على الوحي باش تولي تتبعي الهوى ديال الراجل المفلس اللي باغيك انت تكوني مرحاض. سمحوا لي كنقول لكم ابنتي هالكلام بهذه الطريقه، سمحوا لي لان عيت ما نقول نتكلم باللغه وننقي العبارات وننمق الجمال والناس ما فهمتش. والله العظيم الى العلمانيين الى بغاوك تولي مرحاض، مرحاض في التليار ميوك. الإسلام والوحي بغاك تكوني امرأة مؤمنة تحبي الله ورسول الله وتخدمي للدين، ما بغاش تولي مرحاض ديال الرجال. بغاك تكوني، بغاك تكوني الوحي، تكوني عزيزة بعزة الله، مؤمنة تفتخرين بشرع ربك بحجابك. لا يستطيع أحد ذئاب في ثياب أن يمد بصره بسوء إليك، يحترمك يقدرك. الوحي ما عطاش للمرأة الحق، من نزل الوحي ودات المرأة حقها واعترف لها باستقلال الذمة المالية واعترف لها ولات تبارك الله. الغرب هذا كان عادي يناقش قضية المرأة واش بنادم ولا ماشي بنادم، هذا اللي كدي عليه ضرب الآخر، كان عادي يناقش واش انت بنادم ولا ماشي بنادم. ثالثا قال لك خصنا نطوروا القرآن باش بنزع كل الآيات في المصحف التي تكتسي صبغة التميز بالنسبة للأمة لأنه يحمل نفسا استئصاليا استقصائيا. هل كنتم خير أمة يخرج الناس؟ علاش غير انتم المسلمين وإحنا اليهود؟ علاش ماشي معنا ماشي خير أمة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون قلع حاس قلع بالوعياج
قال لك زي باش تقارب الشعوب، قال لك لأن وجود هذا المصحف بين أيدي المسلمين هو المانع من تحقيق المساواة بين البشر وتحقيق السلم على الأرض، فلا بد من نزع هذا الوحي. بقي غير هذا الكتاب تاع الوحي اللي موجود عند المسلمين عزهم به الله، سقلعوه. ناض واحد غلاديستون في مجلس العموم البريطاني قال لهم إذا أردتم أن تنتصروا على المسلمين حاربوا هذا، فقام أحد الشبان المتحمزين فأخذ المصحف ومزقه وصار يطئه بقدميه وهو مغطار كأنه حقق ما يقال له. لا أشكر فيك عاطفتك الجياشة نحو دينك الصليبي، لكننا لا نقصد أبدا بمحاربة القرآن هو تقطيعه وتمزيقه ودوسه بالأقدام، بل لابد أن نطبع منه الآلاف ونرسله إليهم لكن ننزع روحه من حياتهم. يتلونه بالليل والنهار والأشرطة في التلفزيون في الأخر، تبدأ في التلفزيون بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمن يغض من بصارهم، هو يكمل واسمه اروح شو يغض من بصارهم، الشابة خديجة والشابة زولي خاول دير وكي يكمل، من يكمل يقول له مسك الختام آيات من كتاب العلم. هذا هو اللي يبغى القرآن، القرآن قراه واسكت، همهم وزمزم خلي الواقع عليك ترانكيل، خلي الواقع. فالآن إذن يراد تطوير هذا الدين واش بالتخلي وإلغاء الآيات التي تعطي التميز لأمة الإسلام. الرابعة واسمية تطوير القرآن باش بنزع الآيات التي تكتسي صبغة التهوين والتقليل من شأن الأمم الأخرى بحال اليهود. قال ماذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. أقل هذا الشيء، هذه الآيات تجعلك لا تقيم العلاقات المتوازنة مع اليهود. هذه الخامسة واسمه لا بد من تطوير الوحي، الوحي يتطور لا بد من تواسمه، وذلك بإلغاء آيات التي تدعو المسلمين إلى الجهاد، إلغاء الجهاد وقد ألغوه المسلمون. نعم. الجهاد الخامس، الجهاد دلعوا المقررات ديال الجهاد من 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 التربية الإسلامية ومن الأزهر ومن القرويين ومن الزيتونة، ما كانش اللي يهضر على الجهاد. الجهاد اللي تكلم عليه اليوم وخا تهضر على الجهاد النفس تخاف تقول الإرهاب أو تهضر على جهاد النفس. ها جهاد النفس باش تجاهد يعني السيد اللي الدلر ديالك ولا لا، هما يقتلوك ويخرجوك من دارك ويستغلوا خيرات بلادك وسكت. لا لك ما تردش باش تدفع الكافر ضد إرهابي فلسطين، الفلسطيني الذي يريد أن يدافع عن أرضه في فلسطين هو إرهابي، خصك تسلم لهم وتسكت باش ما تكونش إرهابي. وما تقولش القرآن راه كيقول قاتلوا الذين كفروا، ما تقولش. والسادسة والأخيرة وهي قال لك يا سيدي علينا أن نعلم أبناءنا في المدارس هذا المبدأ الرفيع وهو اسمه إن الله لا يعذب على الكفر وإنما يعذب على الظلم. خص ما تقولش قال الكافر، ربي ما يعذبش الكافر، ليس الكفر سببا من أسباب تعذيب الله للعبد، ولكن الله يعذب فقط الظالمين. ونسي هؤلاء أن الله يقول والكافرون هم الظالمون، فأعظم الظلم والكفر. نسأل الله العفو والعافية. هذا غير واش بغيت نجيب لك القضية، زوج تاع النقاط بغيت نهضر عليهم أنا في القضية تاع الوحي. واش بغيت الأولى أن المسلم يتألم لرؤية واقع أمته زين فين بعيد عن الإسلام، فيتحرك من أجل أن يعيد الدعوة إلى الله تعالى في هذا المجتمع، كأنه يلقي حجرة في الماء الراكد لكي تتحرك مياه الدعوة في الأمة كما حركها النبي وحمل هم قريش وهو لا زال لم يوحى إليه. ومش عند ربي يعطيني منهاج باش ندعيهم للخير، أنا جيت ندعيهم ولكني ما عنديش منهاج. احنا هو عندنا المنهاج وراكدي لا نحمل هذا الهم. والمسألة الثانية أن الوحي بذاته اللي فضلنا الله به وكرمنا الله به لحد الآن لازلنا نعيش نفس الأزمة. شكو اسمي هذه الأزمة؟ أزمة وجود من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إما ينكرون الوحي
وإما يعملون على تفسيره تفسيرا حداثيا، وإنما يطالبون بالاجتهاد خارج النصوص، وإما وإما وإما. وقد جئتكم بذلك المشروع انت تطوير القرآن وتطوير الإسلام اللي قالوا به المسلمين. وما أكثر ما يقال مثل هذا، ما أكثر ما نسمع من شبهات مثل هذه في الجامعات وفي كل مكان، نسمع مثل هذه الشبهات حول القرآن وحول آيات كتاب الله. وكان اللي يقول لك هل الآية متناقضة مع هذه وهل الآية متناقضة مع هذه، هو عمره ما قرأ، إنما يسمع فقط من أعداء الله تعالى الذين يدربون في مراكز خاصة وتنفق عليهم الأموال لكي يعرفوا مجموعة من الشبهات، لأنهم يعرفون أن المسلمين ليسوا ضريعين في العلوم الشرعية، فبمجرد أن ترمي بشبهة وسط هؤلاء إلا وتحدث عندهم بلبلة فتبعدهم عن الإسلام، كما قال زويمر: نحن لا نريد تنصير المسلمين، وإنما نريد فقط أن نشوش عليهم بالشبهات، لأن التنصير هو شرف لا يمكن أن يبلغوه. خلي لا دين لا إسلام ولا نصرانية، وضر بابا بالشبهات، وإحنا عندنا المجتمع الآن موضر. هذه والله سبحانه عز وجل الموفق للصواب، وصلى الله على حبيبنا محمد.